بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق التاسع لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس ناس المؤسسة وكأس جامعة العلوم التطبيقية وكأس مؤسسة بلودان للوازم البيطرة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير. وقد شارك سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وأصحاب السمو والملاك والمضمرين والفرسان في وقفة حداد في بداية السباق على أرواح الفارسين نادر عبد العزيز وعلي حسن والمرحوم عبد الرسول الصفار والد الفرسان علي وحسن ومحمد الصفار، دعنا الله عز وجل أن يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. وقد أعلن نادي راشد الفروسية وسباق الخيل عن تقديمه مساعدات مالية لأسر المتوفين في الحادث الأليم الذي تعرضوا له في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك تقديرا لعطائهم والجهود التي بذلوها في حياتهم خدمة لرياضة الفروسية وسباق الخيل في مملكة البحرين.